صراحه الاجواء ديال الرحله كانت مزيانه بزاف ملي درنا ديبار من ايغوبور محمد V البارح مع الخمسة الصباح. لحظه الوصول ديالنا للمطار كينشاسا كان في الاستقبال ديالنا الحاج سي الحاج دحنان. مشينا من بعد للتيران. صراحة كانت الأجواء حماسية، كانت تشجيع وكان النظام من طرف المشجعين اللي تنقلوا بكثافة من مدينة الدار البيضاء. مي للأسف من بعد نهاية المباراة والفوز باللقب تعرضنا لبعض الهجمات من طرف جمهور الفريق الكونغولي وكذلك الشرطة اللي صراحة ما كانتش معانا. تعرضوا بزاف ديال لي سوبورتور تقريبا شي 6 ولا 7 للسرقة. مشاو لهم لي باسبور ديالهم لي تيليفون بورتابل والفلوس. مي الحمد لله اليوم في الصباح رجع كلشي بالسلامة وكنبغي نشكر اللعابة كاملين اللي تقاتلوا على هاد لاكوب باش جابوها والجمهور اللي تنقل معاهم بكثافة من الماتش الاول ديال اف سي نوا ديبو ودي ماراجو.